وللاطلاع على المزيد من التفاصيل تنضم إلينا كريمة السعيد مراسلة أورينتو نيوز من ريف حلب. أهلا بك كريمة، لو تنقلي لنا الصورة الميدانية اليوم في مدينة حلب، هل هناك أي قصف أو اشتباكات؟ نعم، في الواقع هناك قصف ممنهج اليوم على مدينة حلب للمرة الأولى. يعني لا يستهدف القصف تجمعات أو نقاط رباط أو مستشفيات أو مراكز خدمية، بل كان لافتا استهدافه لأراضي زراعية في الريف الجنوبي، تحديدا في خان طومان. معروف عن هذه البقعة أنها تمد معظم الريف الغربي وريف إدلب بالمواد الأساسية والمواد الغذائية. كان هناك استهداف مباشر للمحاصيل الزراعية، ولا تزال حتى الآن الحرائق مشتعلة في هذه النقطة. إضافة إلى ذلك، هناك كان اشتباكات على جبهة بستان الباشا، حيث حاول ما يسمى بتشكيل جديد بجيش العسرة، مشاغلة الجيش ومحاولة التسلل إلى هذه النقطة لتخفيف الضغط والعبء عن باقي النقاط، كما هو الحال في حندرات. طبعا بالنسبة لنقطة الكاستيلو أو طريق الكاستيلو، لا يزال مرصود ناريا وشبه مقطوع. هناك فقط ساعات قليلة فقط يمكن المرور خلالها، ولا يزال المرور هناك يعتبر مغامرة حقيقية، حيث سجل استهداف عدد كبير من المواطنين خلال الأيام الأربعة الماضية. وللمزيد عن الأوضاع الميدانية تحديدا عن استهداف النقاط الزراعية، اسمحي لي أن أستضيف ضيفي القائد العسكري من جيش المجاهدين، قائد غرفة عمليات الراشدين النقيب أمين. أرحب بك سيادة النقيب، كيف تفسر استهداف الطيران الروسي اليوم للمحاصيل الزراعية وهي المرة الأولى؟ النظام على مدى 5 سنوات والسنة السادسة الآن اتبع سياسة ومنهاج التجويع وحصار المناطق التي تم تحريرها. اليوم كانت الطلعات للطائرات الروسية قصف ممنهج استهدف للمرة الأولى المحاصيل الزراعية أثناء حصادها. هذا وقت يتم فيه حصاد محصول القمح والشعير والعدس، محاصيل الحبوب قام باستهدافها وحرقها عن بكرة أبيها في الريف الجنوبي. قصف شديد وعنيف، لم يستهدف كما عهدنا المدارس أو تجمعات أو الأسواق المدنية أو نقاط الرباط وخطوط الاشتباك، إنما استهدف قوت الشعب في المناطق المحررة. نعم، في سياق آخر سيادة النقيب، كنتم من أوائل الفصائل التي دعت للتوحيد والتوحد ضمن تشكيل عسكري واحد، وقد لقيتم استجابة قبل قليل، شاهدنا في تقرير اندماج عدة كتائب وألوية، لماذا اختاروا جيش المجاهدين؟ جيش المجاهدين كان دائما سباق لطرح مشاريع التوحد، وكانت هاي آخر خطوة تحت مسمى اتحدوا. والحمد لله عدة كتائب وألوية في ريف حلب الغربي وريف إدلب استجابت لمطلب جيش المجاهدين، وهو مطلب شرعي لكل الناس. هذا كان طلب كثير من الأخوة المتظاهرين في المظاهرات الأخيرة، وهو الاتحاد. والحمد لله استجابت قادة الكتائب وقادة ألوية كثيرة، وإن شاء الله في خلال الأيام القادمة هناك عدة اندماجات أخرى. جيش المجاهدين جيش منظم عسكريا ومدنيا وسياسيا، له مكاتب طبية، جيش بكل معنى الكلمة محافظ على جبهاته ويتقدم، وهناك إقبال شديد الحمد لله على جيش المجاهدين. نعم، إذن تتوقعون مزيد من الاندماج في الفترة المقبلة؟ إن شاء الله، نعم هناك مزيد إن شاء الله. نعم، وكيف سينعكس هذا الاندماج على نقاط الرباط والأعمال العسكرية لكم؟ سنوسع جبهاتنا، ونحن نسعى دائما لتوسيع جبهاتنا وتحرير سوريا الحبيبة. جيش المجاهدين حتى أن له انتشار واسع في الساحل، حيث يتبع له فوج ساحلي كامل، والحمد لله يعني الإخوة الوافدين الجدد تم الاجتماع معهم منذ قليل، وتم قاموا بتشكيل مجموعات عسكرية، تم من خلال هذه المجموعات أخذهم إلى نقاط الرباط، تم الاستطلاع ليتعرفوا على نقاط رباط الجيش، وإن شاء الله يعني الأمور قادمة إلى أعمال جديدة.
أشكرك جزيل الشكر سيادة النقيب. إذا هي أيضا هناك جل حديث عن تشكيل جسم عسكري جديد قد يكون بعنوان الجبهة الشمالية، تضم قوة أمنية وقوة سياسية وأيضا هيئة عسكرية وإعلام موحد، ينتظر أن يتم الإعلان عنه في الأيام القليلة القادمة بعد اكتمال صياغة الميثاق الداخلي كما وردني من معلومات. شكرا لك كريمة سعيد مراسلة أورينت نيوز، كنت معنا من ريف حلب. الاستخراج